السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بيوم جديد. أول حاجة بدنا نقولها الحمد لله على كل إشي بنعيشه بخيره وبشره. اليوم رح تشوفوا معانا هيك بالفيديو كيف لما ربنا رزقنا بالفيديو السابق ونزلت عن الخضرة، كيف جبنا كملنا عليها شوية بقدونس وهذه مع البصل والفلفل الأخضر، قلت بدي أخلي الأولاد يفطروا فطور هيك حلو مش تقيل له. فبدي أعمل عجة. العجة اللي بدي أعملها محتاجة شوية مكونات زيادة مش متوفرة، بس حنمشي بالأغراض الموجودة عنا. طبعا ما عندناش كبة تبعت الكهرباء أو حتى اليدوية، فمشيت حالي. بقوله الشاطر بمشي حاله بأي حاجة. بمفرة مثل ملوخية قدرت أنعمها وأوصلها للشكل هذا، هو مناسب الحمد لله. فخرطتهم كلهم مع بعض، بصل وتوم وبقدونس. بعدين هلا شوفوا اخذت منهم جزء، قلت بما انه نفس المكونات هذه بيعمل منها سلطه تركيه وكثير بحبوها الصغار عندي واحنا كمان حتى بنحبها، فهلا راح احط عليها كمون. اللي انتم شايفينه هذا كمون، ملح وكمون وصلصه وليمون، هيك بصير معنا سلطه تركيه لذيذه. وبحط طبعا كمون على العجه. هلا راح احط عليه كمان طحين. بعدين راح تشوفونا بنضرب عليه البيض. ايش يا عيود لايك وبهيك حركت كل المكونات مع بعضها. هلا ما بضلش علي غير اني بعبي جزء جزء بالفنجان وبنزل هيك عم كمية سيرج كويسة، وبعدين هيك بيطلع معي قراص قراص. لايك لايك ما جيك اللايك لايك هي لايك هي ليش مؤيد؟ كنت حابة أنزل لكم الفيديو هذا لكن للأسف انحذف معي من على الجوال. أما السلطة التركية هلأ نزلت عليها بباكيت الصلصة وشوية، وحنزل عليها بالليمون. هلأ بالعادة بنزل عليها بفلفل أحمر لكن مش موجود عندنا فلفل أحمر، فأنا قلت خلص بكفي إنه في عندنا فلفل أخضر، حطيت عليها معها الفلفل الأخضر. شوف تطلعي تطلعي بس بطيئة ماما الوجع بده يمتد. ايه وين؟ معلش وهي هذا اللي جنب راسك برضه مش عارفه ايش هذا. وهلا احنا في طريقنا رايحين على نقطة الهلال الموجودة على البحر. نقطة الهلال متوفر فيها حكولنا علاج مجاني، وكنت رايحة قبل بيوم اتعالج فيها، وحكالي الدكتور مر الصبح علشان تاخذ العلاج تبعك ونعملك فحص للدم. وكان مؤية يوسف معايا، يوسف بضل يطلع له بجسمه حبوب كتيرة وطلع له بركبته نفس الحاجة بس زادت وعملت مدة جواها، فكان لازم ناخده عشان يغيروا له ينظفوا له إياها ويشوفوا شو السبب وإذا في علاج يعطونا إياه. طبعا الطريق ما فيش فيها أي نوع مواصلات، انتوا هيك بتطلعوا قدامكم بس شارع وبالشمس بندور بس هنطفي الضلة نمشي فيها. الحمد لله على كل حال. وهلا اللي انتو شايفينه هذا الدور لانه العلاج مجاني، فكان في دور كتير تعالجت وفحص الدم طلع عندي نقص بالصفائح الدمويه، هو اللي بسبب لي الدوخه والصداع هذا. طبعا هلا مش متوفر عندهم علاج للشغله هذه، بس اعطوني مضاد حيوي لانه كان عندي كمان احتقان باللوز، واعطونا فيتامينات الي وليوسف واعطوا العلاج المناسب مع مضاد حيوي. الحمد لله على تفائيد ربنا، الحمد لله على كل حال. وبعد ما خلصنا علاج وهيك اخذنا الدواء بدي اروح على الخيمه. بكبونه الخضره اللي اجتني خساره قبل ما تخرب، لانه انتم بتعرفوا انه الدنيا حر كتير، قلت بستفيد منها. وهي اول مره راح اعمل المقلوبه الغزاويه، بس مش راح اعملها عجاج. قدر محمود هيك الله يرضى عليه ويبارك فيه يا ربي وفرنا كل الجناحين هذا مع البطاطا والخضره. هلا حقليهم بعدين حابدا ارصهم بالطنجره زي ما انتم شايفين. ببدا بالجناحين بعدين حنزل عليهم بالبطاطا المقليه بعدين بالبتنجان، وانا بشوح البصل والتومه مع بعضهم بعدين بنزل عليهم بالرز وبحط عليهم كمان هيك زيت علشان ما يلزقش الرز ببعضه زي ما انتم شايفين. ما بننساش طبعا نحط البهارات عليها، ما بكترش بهارات انا لما بعمل المقلوبه، يعني ملح فلفل اسمر بحط شويه حبهان، واذا عندي بهارات البنيه من تبعت الطبيخ علشان هيك تحافظ على النكهه الاصليه للمقلوبه. وبعدين بنزل بحط الرز على الخضره تبعت اللي قليتها، بعدين بغمرها بالميه وبركب عليها الغاز. اول ما بتغلي هيك اكم غلوه بروح بوطي الغاز وبكمرها، بعدين ما بسكبهاش بسرعه زي ما انتم شايفين، بلفها بالطريقه هذه
هيك الرز تبعها بفتح حبة بحبتها بتكون أزكى. انت لو تشوفوا المنظر كيف حوالي هلا الأولاد كلهم واقفين بيستنوا لما نفتح الطنجرة. طبعا هذه بتكون لحظة حلوة كتير في المقلوب لما بنعملها، أحلى لحظة لما بنقلب الطنجرة فيها. هلا وهيك الصغار كانوا مجهزين المعالق تبعتهم، بحبوا يخبطوا على الطنجرة قبل ما نقلبها. نادينا محمود لأنها تقيلة، طبعا هو بطل اللحظات هيدي. هلا راح تشوفوا مع بعض. خلص اصبر يا ماما. يوسف بالراحة بالراحة، ما شاء الله ما شاء الله. الريحة بتجنن بتشهي ما شاء الله. وهيك كانت بتشهي والحمد لله أكلوها صحة وعافية على قلوبهم. ومن بعدها بشوية ما لقينا إنه بنادوا علينا وسلمونا ربطة الخبز هادي من فاعلين خير، ربنا يبارك فيهم جميعا، وكل حدا بوقف جنب أهل غزة الله يبارك فيهم جميعا. طبعا اللي بلاحظ من بداية الفيديو لهلأ يمكن يلاقي صوتي مختلف شوية، لأن الفيديو هذا أنا سجلته تقريبا يمكن على 4 أيام لأني كنت مريضة. كل ما كنت أقدر شوية كنت أسجل شوية. عملت شغلة جديدة بالفيديو هذا، اللي انتو شايفينه التعليق المثبت هو تعليق رح اختاره بكل نهاية فيديو ان شاء الله بنزله للناس اللي بتوقف جنبه وللناس اللي بتدعم. رح اختار هيك تعليق حلوة ثبته لكم اياه. الصبية هذه صبية اسمها ليلى، صدقا من اكتر الناس اللي دعمتني ومن اكتر الناس اللي وقفت جنبي. انا وقف جنبي ناس كتير من بداية الازمة اللي احنا عايشينها. بخجل منكم، حابة أشكركم كلكم، لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فبحكي لها بارك الله فيك على كل الدعم المادي أو المعنوي والوقفة الحلوة اللي وقفتيها جنبي. ومش بس ليلى، كتير ناس وقفت جنبي ودعمتني. بكل تعليق رح بكل فيديو رح أختار تعليقهم وأثبته علشان أشكرهم قدام كل الناس، لأنهم حقا وصدقا بيستحقوا كل كلمة شكر بتنقل إلهم. فشو رأيكم نسيب لهم كلمة شكر حلوة بيستاهلوها بالتعليقات؟ وشو رأيكم كمان اللي لسه ما اشتركش بالقناة ينزل يشترك بالقناة ويعملنا أحلى لايك ويشارك القناة؟ خلي كل الناس تشوف اللي احنا بنعيشه لحظة بلحظة، وكل الناس اللي بتوقف جنبنا، كل الناس اللي بتدعمنا، إن شاء الله يا رب يكون في ميزان حسناتكم. كتير بحبكم وسعيدة أنكم موجودين بالقناة عندي. هلا وقبل ما انسى بدي اقول لكم انه التعليقات لما بتكتروها باول ساعه من اول ما ينزل الفيديو هي اكتر شغله بتفيد القناه وبترفع الفيديو بتخلي ناس كتير تشوفه. فيلا ورجونا تعليقاتكم الحلوه ويعطيكم العافيه.